بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ هناخد النهاردة الجزء الرابع من البوينت جروب، وهناخد المركب BTNH3 الكل 2 CL2. تمام. المركب ده بلانر، فاحنا عارفين ان السيمتري elements بتاعته هي اولا ال E، وتاني حاجة عندنا C2 في البوزيشن ده. تمام. نقدر نلف المركب 180 درجة، فال NH3 اللي هنا هتيجي مكان اللي هنا، وال CL هتيجي مكان ال CL. يبقى نكتب ان عندنا proper axis of rotation هو ال C2، وكمان عندنا 2 من ال C2 ال perpendicular على ال proper axis of rotation بتاعنا، لان طبعا في C2 في الاتجاه ده وال C2 في الاتجاه ده. تمام. وطبعا اكيد بوجود C2 perpendicular على ال proper axis of rotation انتوا ابتديتوا تتوقعوا احنا هندخل في انهي point group. هنكمل symmetry elements الاول. عندنا كمان sigma h، لان طبعا المركب planar ففي بلين يقدر يضم كل ال atoms. تمام. وعمودي على ال proper axis of rotation بتاعنا، فيبقى هو ده sigma h. وطبعا عندنا 2 من السيجما دي، واحد هيكون هيمر بال NH3 وال BT وال NH3. تمام. والتاني هيمر بال CL وال BT وال CL. طبعا ال point group بتاعتنا على طول هتكون D2H، لان طبعا D بسبب ال proper axis of rotation عنده C2 perpendicular عليه، وال 2 بسبب ال proper axis of rotation هو C2، وال H لان عندنا sigma H. تمام. طبعا ال point group دي ال order بتاعها 4N، يعني المفروض يكون عندنا 8 من السيمتري elements. احنا طلعنا 2 4 6 7، لسه فاضل واحد. الواحد ده طبعا هيكون ال S2، لان عندنا C2 اول ما نشوف معها sigma h CN ومعها sigma h لازم يطلع لنا ال SN. يبقى عندنا S2، ال S2 اللي هي بتكافئ ال I. وطبعا المركب واضح جدا ان هو فيه point of inversion موجودة عند ال platinum. المركب اللي بعد كده هو BF3، وطبعا السيمتري elements بتاعته ال E، وعندنا طبعا C3 موجودة هنا، وعندنا 3 من ال C2 ال perpendicular على ال C3 بتاعتنا. خلاص، طالما شوفنا كده يبقى احنا ابتدينا ندخل في ال point group اللي هي دي. تمام. وعندنا كمان sigma H لان المركب planar، وعندنا 3 من السيجما دي. كل BF bond نقدر نحط عليها sigma plane. تمام. وكذلك كل BF bond نقدر نحط عليها C2 يكون عمودي على C3. طبعا C3 خارجة في اتجاهنا، خارجة عمودية على البلين. تمام. طبعا البوينت جروب بتاعتنا هتكون D3H، الاوردر بتاعها ايضا 4N، يبقى المفروض يكون عندنا 12 من السيمتري elements. هنا احنا طلعنا 3 و 3 6 و 3 9، فاضل لنا 3، طلعوهم واكتبوهم في الكومنتس. المركب اللي بعد كده BTCL4، وايضا المركب ده planar. اكيد عندنا هنا هو C4 ك proper axis of rotation. نبتدي نكتب symmetry elements على طول. عندنا ال E، وعندنا C4، وعندنا 4 من ال C2 ال perpendicular عليها. طبعا وعارفين position بتاعها هتكون على كل BTCL bond. وعندنا 2 من السيجما في، طبعا في بلين يقدر يمر هنا على CL BTCL، وزيه في الجهة المقابلة. تمام. وعندنا 2 من السيجما دي، طبعا هتكون سيجما دي bisecting between ال 2 سيجما في. تمام. نقدر نحطها هنا، فيكون كل CL على البوث سايدز موجودين في نفس الأماكن. عندنا كمان point of inversion موجودة عند ال BT، يعني عندنا I. تمام. البوينت جروب بتاعت المركب ده هي D4H. المركب اللي بعده سايكلوهكسين، والسايكلوهكسين عنده ال E وال C6، وطبعا 6 من ال C2 ال perpendicular، عنده كمان 6 من السيجما V. تمام. لأننا نقدر نحط 3 planes of symmetry عند كل 2 اتوم مقابلين لبعض. تمام. وايضا نقدر نحط plane of symmetry between every two atoms، فاحنا عندنا 6 من ال planes of symmetry. وطبعا عندنا point of inversion I موجودة في نص المركب. ال point group بتاعت المركب ده D6H. الامثلة اللي بعد كده زي المركب HCN،
وال HCN مركب ده linear، ولان هو linear فاحنا نقدر نحط C infinity، لو حطيناها بأي زاوية مهما حطيناها هيفضل المركب متماثل، تمام. وأيضا في نفس الاتجاه نقدر نحط infinity من السيجما، فعندنا برضو سيجما في infinity منها، تمام. وعندنا ال E كسيمتري element، البوينت جروب بتاعت المركب ده بنسميها C infinity V. ايه الفرق بين مركب زي ده وال H2؟ ال H2 هو كمان linear، لكن ال H2 عنده C infinity وعنده infinity من ال C2 ال perpendicular، تمام. نقدر نحط ال C2 ال perpendicular في اي اتجاه هيفضل المركب متماثل، تمام. وعندنا طبعا infinity من السيجما V، وعندنا سيجما H، وعندنا point of inversion، فالمركب ده بيكون ال point group بتاعته D infinity H. في اتنين point groups مهمين، واحدة منهم هي التتراهيدرال بنرمز لها بالرمز تي دي، ومن الأمثلة على البوينت جروب دي هو ال CH4. الميثان احنا عارفين ان الشكل الفراغي بتاعه تتراهيدرال، فاحنا عارفين ان ال H's بتكون موجودة بالشكل ده حوالين الكربون، لكن احنا عملنا له تدوير بسيط عشان نقدر نشوف السيمتري elements بتاعته. تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمة عشان تشوفوا ازاي احنا دورناه عشان نقدر نحطه بشكل نقدر نشوف بيه symmetry elements بوضوح عليه، تمام. فاحنا هنا ادي الكربون وادي الفور اتشز اللي حواليها، ورسمناها داخل كيوب وهمي طبعا علشان نبص على symmetry elements بوضوح. فاول حاجة من symmetry elements بتاعتنا طبعا ال E، وهنلاحظ ان عندنا C3. فين موجودة C3؟ عند كل CH bond نقدر نحط C3 axis، تمام. هيتلف التلاتة بونس اللي تحت 120 درجة وهيرجع المركب متماثل، يبقى احنا عندنا 4 من ال C3. كمان نقدر نحط C2 axis ما بين ال 2 CH bonds، يعني لو بصينا فوق هنا في CH اهي وفي CH اهي، نقدر نحط C2 هنا يلف فوق 180 درجة، ال H دي هتيجي مكان دي، وفي نفس التوقيت هكون ال H اللي في الأسفل لليسار هتلف وهتيجي الأسفل على اليمين وهكذا طبعا. وفي الاتجاه ده هنقدر نحط C2 برضو perpendicular على ال C2 الأولى وعلى ال proper axis of rotation بتاعنا، ونقدر نحط في الاتجاه ده أيضا C2. فاحنا من غير ما نكون قدامنا الشكل احنا عارفين ان طالما وجدنا C2 واحدة عمودية على ال proper axis of rotation بتاعنا، فاحنا عندنا N من ال C2 دهيت، فاحنا عندنا 3 من ال C2 ال perpendicular. عندنا طبعا 6 من السيجما دي. لو ركزتوا في كل فيس من الفيسز بتاعت الكيوب هتلاحظوا ان احنا نقدر نحط بلين مثلا في الجهة دي يمر بال H وال C وال H، تمام، وبلين في الجهة المقابلة هيمر ما بين ال 2 H's دول ويقطع ويمر بال C وال 2 H's الآخرين، تمام. فعندنا هنا 2 planes، وفي الجهة اللي قدامنا كمان في 2 planes عند الأقطار، وفي الجهة العليا أيضا في 2 planes، فاحنا عندنا 6 من السيجما دي. ال point group tetrahedral ال order بتاعها 24، فاحنا عندنا 24 symmetry element. احنا طلعنا هنا 14 فاضل 10، مطلوب تطلعوها وتكتبوها في الكومنتس. ال point group الأخيرة اللي هنتكلم عليها هي ال octahedral، ورمزها بيكون OH. هناخد عليها مركب هو ال PTCL6. المركب ده بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده، في 4 من ال CL بيكونوا على نفس البلين، وفي واحدة من ال CL above the plane والتانية below the plane. ده الشكل الفراغي ليها. فوق في هرم له 4 أوجه مثلثة وقاعدة مربعة، وتحت هرم آخر له 4 أوجه مثلثة على نفس القاعدة المربعة، تمام. فده شكل الأوكتاهيدرال. طبعا بسهولة نقدر نكتشف ان على ال PTCL bond هنا موجود C4، وكمان موجود هنا C4، وأيضا هنا، فاحنا عندنا 3 من C4 مع ال E بتاعتنا. وطبعا منطقي جدا وسهل جدا ان احنا هنحط C2 في نفس الأماكن اللي فيها C4، تمام. فاحنا عندنا أيضا 3 من C2 موجودين في نفس المكان
اللي فيه السي 4 بتاعتنا. طبعا عندنا 6 من السي 2 مكانهم بيكون between، مكانهم بيكون في كل بلين هنرسمه موجود سي 2 ما بين البي تي سي ال بوند والبي تي سي ال بوند بيوجد سي 2 اكسس اوف روتيشن. فمثلا البلين اللي احنا راسمينه في سي 2 هنا هوت وفي سي 2 ما بين على نفس البلين، مش above the plane، على نفس البلين تمام، ما بين البي تي سي ال بوند اللي هنا والبي تي سي ال بوند اللي هنا تمام. طب لو رسمنا بلين كمان، لو رسمنا بلين هنا يمر بالسي ال اللي above the plane مع السي ال دي مع السي ال دي مع السي ال اللي below the plane ويمر ايضا بالبي تي، ده بلين اوف سيمتري. نقدر نحط عليه سي 2 تمر هنا ما بين البي تي سي ال بوند دي والبي تي سي ال بوند دي تمام. فنقدر نحط هنا سي 2 في نفس البلين، نقدر نحط سي 2 في الاتجاه ده ما بين التو بوندز البي تي سي ال بوند دهيت والبي تي سي ال بوند دي. هو الشكل طبعا عايز تخيل كتير منكم لكن مش صعب ابدا فهمه ان شاء الله. طيب لو حطينا بلين كمان في الاتجاه ده هيمر بالسي ال اللي فوق والسي ال اللي تحت مع البي تي والاتنين سي ال دي ودي تمام. نقدر بسهولة نحط سي 2 في الاتجاه ده تمام، ونقدر نحط سي 2 في الاتجاه ده تمام. فعلى كل سيمتري بلين من اللي احنا رسمناهم هنقدر نحط سي 2 اتنين من السي 2 يمروا ما بين الروابط. وطالما هما 3 بلينز كل واحد عليه 2 من السي 2 فاحنا عندنا 6 من السي 2 اللي من النوع ده. الثلاثه بلينز اللي احنا رسمناهم الازرق والاحمر والاخضر كلهم عموديين على السي 4 بتاعتنا. احنا عندنا 3 من السي 4 كل بلين كان عمودي على واحده منهم، فالانواع دي من البلينز تعتبر سيجما اتش. فاحنا عندنا 3 من السيجما اتش. لو ركزتوا في المركب كمان هتلاقوا عندنا 6 من السيجما دي، ويا ريت تطلعوهم وتكتبوا في الكومنتس انكم طلعتوهم، واذا ما قدرتوش تطلعوهم ان شاء الله هنطلعهم مع بعض. اخر حاجة هتحتاج منكم تخيل شوية هو وجود C3 axis of rotation. فين هيكون موجود C3؟ شوفوا الرسمة اللي تحت دي، احنا قلنا ده الشكل الفراغي للمركب. لو جينا خدنا face من الفيسز بتاعة الهرم اللي فوق هنلاقي ان عندنا هنا CL وCL وCL وفي البي تي موجودة في مركز المركب. لو حطينا C3 تمر بالبي تي هنلاقي ان احنا نقدر نعمل دوران 120 درجة، فتيجي السي ال اللي فوق مكان دي ودي تيجي مكان دي ودي تيجي مكان اللي فوق تمام. فعند كل وجه من وجوه الهرم اللي فوق نقدر نحط C3 axis of rotation. فاحنا عندنا 4 من السي 3. الاوكتاهيدرال عندها 48 symmetry element، احنا طلعنا مجموعة منهم. لو سمحتوا طلعوا الباقيين واكتبوهم في الكومنتس. ملحوظة مهمة، البوينت جروبس الكبيرة زي التتراهيدرال والاوكتاهيدرال هتلاقوا ان السيمتري اليمنتس بتاعتها كتيرة، فلو سمحتوا احفظوها عشان في حالة انها جت في الامتحان you have no time انك تقعد تتخيل الشكل وتطلعه واحدة واحدة، فاحفظوها. في تيبل مهم هناخده حالا هيجمع لنا البوينت جروبس.